مشاهدينا الكرام اهلا بحضراتكم في هذه التغطيه. صرح ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات بان بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت في الايام الاخيره ادعاءات كاذبه تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزه الى الاراضي المصريه معتمده على مصادر مجهله وفرديه ودون اي توثيق لها. ونفى رشوان بصوره قاطعه مزاعم التحصيل الرسمي لاية رسوم اضافيه على القادمين من غزه وكذلك ادعاءات تقاضي اي جهه غير رسميه لاي مقابل مادي نظير العبور الى الاراضي المصريه. واوضح ان ما يتم تحصيله من الجهات الرسميه هو فقط الرسوم المقرره طبقا للقوانين المصريه والمنظمه لعمل المعبر من قبل هيئه المواني البريه وهي ثابته ولم تطرا عليها اي زياده مطلقا. واضاف رشوان بانه منذ بدء دخول المساعدات الاغاثيه والانسانيه والوقود الى الاشقاء الفلسطينيين بقطاع غزه عبر منفذ رفح لا تقل مساهمه مصر فيها عن 70% وهي تصل حاليا ويوميا الى ما يزيد عن 150 شاحنه منهم ست شاحنات وقود وبالتالي فليس من المنطقي المنطقي ان مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته من اجل التخفيف عن معاناه الشعب الفلسطيني أن تسعى لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة. وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات أنه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين فهي لم تحصل أي رسوم تحت أي بند منهم بعد دخولهم البلاد سواء للعلاج أو الإقامة أو حتى خلال انتقالاتهم داخل البلاد وحتى سفر البعض منهم إلى الخارج. واكد رشوان على ان مصر قد رفضت بصوره قاطعه ونهائيه منذ بدايه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه الاستجابه او الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصاديه والماليه للقبول بتصفيه القضيه الفلسطينيه او التهجير القسري للاشقاء الفلسطينيين خارج اراضيهم او داخلها مقابل اي اعفاءات او تسهيلات ماديه وان ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالاشقاء الفلسطينيين او بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية. ونشهد رشوان كل الاشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز او الضغط في معبر رفح من اي متربح بقضيتهم الاخطار الفوري للجهات الامنيه المصريه والمتواجده في المعبر لاتخاذ الاجراءات القانونيه الحاسمه والفوريه تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذه التغطيه بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء